التونسي بالرسم راهو ظاهرة كبيرة ياسر 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 ماذا بينك حتى في الحوارات الأخرى مع الناس أنه نحكيه على الظاهرة هذه كيفاش التونسي ولا كيف كي الأوروبي أوروبي عنده تاريخ معناه آلاف السنين علاقته مع الرسم وعلاقته مع فنون التشكيلية علاقة أولا ساعة كانت حميمية بالدين زجاجيات لفيتروم تاع الكنائس والحديث عن المسيح بتذكر الجريكو ذكر جيوتو كلهم كانوا مربوطين بالحس الديني وتطورت مع فانسي وفي النهضة الأوروبية للرينيسانس وحكايات كل احنا يلزمنا نتأكدوا اللي الفن هذايا مهم جدا هذه كانت علاقتي معاه لأنه علاقة كي قلت أنت أنا مهتم بالفلسفة وبالأمور الإغريقية وكل ما ثماش مانع بالنسبة لنا احنا داخلة في تواصل أنه الفن والمفهوم الفلسفي راهو في علاقة حميمية وعلاقة تواصل هادي عمل معرض في وزارة الإعلام في مساحة بتاع وزارة الإعلام يا أخي جاتني الفكرة أنا اللي الهادي ما هوش قاعد يجدد يستعيد في نفسه فمشيت كتبت مقال اسمه هادي جوج دو تركي ذكرى لعنوان بتاع جان جاك روسو اسمه جان جاك جوج دو روسو معناها نفس الشخص يحكم على روحه لو برينو يعني الانسان الحميمي الانسان المادي وروسو الانسان مشهور اللي صحح في كونترا سوسيال وصحح في كتب كبيره واحد قاعد يحكم على واحد ومعناها هذا كان مقرص هذا كان معجون معناها حبيت نقول يا اخي انا قاعد لابريس الطبق الرابع جاء المدخل تلفنوا لي قالوا راه سي الهادي يحبك تهبط بحذاه ما نخليوش في وقت من الاوقات ما عادش نخليوش كنا طلع لنا الفوق اللي صاروا مشاكل وسرقوا لنا اوراق وحكايات كل ولا ساعات يعبثوا بالمطبعه ولا حاجه هبط له نلقاه يا ولدي علاش يوسفك يا ولدي شنو علاش كتبت مقال ربما انا غلط فيه يا سي الهادي معناها كان ازعجتك سامحني لكن هذيك خدمتي وريت اللي انا بالنسبه لك تكرر في نفسك وتكرار النفس هذا من واجبي أنا نقول ربما أنا أخطأت ما هذاك رأيي وماذا بيك تعطينا حق الرد قيل أنا ما عنديش حق الرد جاب لي حاجة ملفوفة تبلو قال لي حق الرد متاعي هذا وهدي لي البورتريت متاعي أنا قاعد في قهوة لونيفير وحدي طاولة مدورة وعملت من هكاك كلها ديسان بالسيبيا كما ساعات تعرفوا الديسان بتاعه بالسيبيا يا سي الهادي هذا عمل فني معناها يسوى له قال لي هديتي ليك الرد ما قلت لي حق الرد حق الرد هو هذا مت بالحشفه وانتوا عندي التابلو تابلو كبير معتبر معناها لكن ساعات تحس بالانسان من اصحابك كلهم كانوا اصحابي بكدا بكدا يعني عشوات وقعدات وسهريات وسفر مع بعضنا ساعات خارج تونس معناها في غردايه محمود السهيلي عمل ليبوك تاع غردايه كنت معاه نخرج مع بعضنا وكان بالنسبه لهم كانه قطعه ضروريه الناقد والمفكر كان يمشي مع ليبانت كانت قطعه ضروريه ما يمشيش بلاش معناها اذا كان انا تاخرت والا غيري من اللي يكتبوا على الفنون التشكيليه متاخر لا ما يمشيوش ياجلوا المشي سواء بنزرت او السوسه الى اخره كنا نمشيو مع بعضنا ونفكروا مع بعضنا على خاطر الرسام التونسي ولا النحات التونسي كان متواضع جدا ان يقول لك انا المفاهيم واستخراج كذا يا اخي ما نعرفش هيك الطابلو بتاعي عملته انا باحساسي يمكن متاثر انا فنانين عالميين كبار اما يا اخويا من واجبك انت تقول لي انت تشبه لذاك ولا تشبه لذاك ولا تاثرت بهذاك ولا تاثرت وانا تو نناقشك اما انا مش خدمتي كان عندك الوقت ذاك دور الناقد التشكيلي دور اللي قابلينه المبدعين ومش قابلينه بركه مطالبين به كنا جي الجريده
تصرف على 30-50 عبد من المثقفين والرسامين وكل باش تعمل معاهم ندوة على خاطر معرض. ثانيا أن وقت اللي يجيوا المسؤولين خاصة لجنة الشراءات اللي كانت المتنفس المالي الوحيد بالنسبة للمبدعين، أنه شخص كان يجي الوزير يلزمه معنا مجبور باش يشري كذا، شخص كان من ارتسام في عوض يشري 3 يشري 4 يشري 7 يشري كذا، انت وازدهار وزارة الثقافة ولا على الأقل ساعات انت وإرادة الوزيرك الوقت هذاك. اذا كان كل ما يدخل الفيرنيساج الوزير كانت معركة وكانت لحظة أمل كبير. هذاك الوقت هذا كان يتقدم خاطر الرسام نفسه ما يعرفش يحكي على الوحده نتاعو. نذكر انا مره ثم قالوا لي يوسف حاول انه الشادي الخليبي يجي بحذا وقتها وزير ثقافه كي نجم يبعث مدير نتاعه ولا يبعث عاون موظف مختص في وزاره الثقافه ورئيس قسم كذا. لا بربي احنا عندنا توا حاجه تجربه جديده وقتها عملها رضا بن عبد الله. مشيت له قال لي ولدي ما عنديش وقت. قلت له بربي الشاد لي لازم في هذه راهو باش يعملوا تجربه كبيره ياسر. النحت المتحرك فيه نحت ايفينيمونسيال متحرك. ورضا بن عبد الله عامل تابلو اللي يكتبوا فيه في البنوك والكل هذاك اللي يكتبوا فيه بالفتر. عمل فيه حلاب معلق في الوسط هذاك، وولد لابس كافوندري نتاع القمره، واحد من تلامذته لابس اكل اللباس نتاع اللي تعداو في القمره، وقاعد متربع وشد نمالة. مشى الساعه جا الاولاد الصغار الكل قال لهم جيبوا لي النمال الكبير هذاك، وكل واحد نمالة بدوره اعطاه الاولاد الصغار بدوره النمالة، وجاب حلاب كامل شاشيه معبيه بال يشد النمله ويحطها في اكل سبوره البيضه. النمله تحاول تشعبط خاطر ليس الواحد تحاول تشعبط بطاط في الحلاب تموت. جاء سيدي القريب وقالوا لي برا فهموا انه الوجود راهو صعيب ياسر وفيه طموح وفيه يطلع وما يطلعش، والانسان عنده قدرات محدوده كما النماله هذيك تتشعبط من بعد تطيح في الماء. وذاك سكافوندري العصر الحديث اللي صعب الدنيا اكثر. حسيت عملت جهدي نجم نعاودو مازال حي وربي يطول في عمره السجلي خزر فهمته في الحكايه هذه اللي اعطاني ربي فهمته بها. وتهاوش حب يقصد هذه النحت المتحرك النحت الدينامي وكل ويسمع فيه هو كيف راه النماله هبطت وكذا طاحت في الماء وكل خزر لي قال لي مالا سي عبد سي رضا سي انكور اون دو فوكونري. قلنا له وصلت فهمت اللي هو اش حاب يقول. وست معناها كانوا يجيو كانوا يتاثروا بينا وكانوا الحقيقه معناها المسؤولين كانوا في مستوى وساعات في غردايه مثلا الاكسبوزي نتاع غردانه ولا في السودان نتاع محمود السيدي الله يرحمه اللي عملت له انا متشرف عملت له المقدمه نتاع كتابه على البنتور. توفيق بكار اهتم بيه زاد عمل له كتاب. شفت الادباء معناها اللي كانوا حاضرين مع لي بانتر حضور كبير ياسر حميمي. تلقى واحد عنده مشروع انه نهار توفيق بكار يكتب عليه يعمل عليه كتاب ويتقابلوا ويسجلوا ويبطلوا من الكلام هذاك ويعتبروا انه القاعده هذيك مش مجديه دونك نعاودوا القاعده اخرى الى اخره. هذا الكل توا ما عادش يا حبذا لو يعاود يرجع. لي زاني 70 نذكر انا نحكيو على البانتور تونيزيان مع لوي اراغون في تبرقه. ما في لا هكا لا بريس هاكا التاريخ لا بريس موجود. لي بلو غران بانتر تلقى قاعد في تونيزيا بالاس بور لا بريس مع روسيليني وانجريد بيرغمان ويطلع المقال والناس تجاوب معاه وتلقى في لافريكا في لونيفير ولا حتى في البرد يقراه في الجريده العباد.
يقراو في لابريس، يقراو في ارتيكل على البنتور، على الرسم، على النحت، على ايش عمل السالمي، ايش عمل زبير، ايش اللي اليوم ايش صارت، هذايا الكل انعدم. وكيفاش يرجع؟ ربما الغلطه راهي مش نتاع الناس، سواء المبدعين او النقاد او الكتاب او المثقفين او وزاره الثقافه، يمكن الغلطه نتاع تبديل التكنولوجيا العامه للفن، انترنت، التلفزه، قلصت الاهتمام الحميم بالمساله الفنيه. ما عادش ثم لصقه تمشي تهز روحك وتمشي الجاليري باش تشوف، ما عادش هذاك، على خاطر انت شنو عندك تابلات تشوف شنو هي الحكايه، اي باهي تسكر على روحك تمشي تلعب تعمل ان جيم ان جو معين. ما عادش يمكن حتى في فرنسا ما عادش، يمكن نقصت في اوروبا، في نقصت، لكن في اوروبا لا ما تصورش نقصت. انا خاطر مثلا كي تشوف بيكاسو في الاورانجيري ولا بيكاسو في الجران بالي، تلقى صفوف نتاع كيلومترات تحت الشتاء وعند واحد باش يمشيو يشوفوا. انا بالخوجه نعتبره من اكبر الفنانين بالمعنى المدمر في تونس، يقول المدمر. انا عاش للفن نتاعو وحتى حياته الخاصه، معناها مش لازم ندخل فيها توا، حياته الخاصه تاثرت وتكسرت وتمرمدت وكل على خاطر حبه في البنتيو. انا متفخر برشا اللي اول كتاب كتبته في حياتي هو اللي عمل الغلاف، مفاهيم الالفاظ الفلسفه الحديثه، وكان فعلا مثقف، ماهوش لوان، ماهوش انسان يشد يعبي، كان شد الخط نتاعو شكون ما اي لقشه، معنى ان ديتاي كما يقولوا في لغه البانتور، ان ديتاي صغير نقول لك هذا نجيب بالخوش، فماش كلام، لانه جمع بين تناقضين، تناقض الخط العربي اللي هو عنده هبلته مهبول، خط العربي تنجم تعمل ليه هكا وملي انت ونش حاب تعمل الكلمه تقصد مسألة تصوفية ولا كذا، انت تعمل ليها بطريقة معينة او الراء تعملها بطريقة معينة، وثم حاجة عنصر المفاجأة في الخط العربي العادي، معناها الخطاط الارتيزان، خطاط الصانع. اما هو كيف خذا مفهوم الكاليغرافي، مفهوم الخط العربي، اعطاه هاك الديمونسيون هذيك اللي في نفس الوقت هندسيه جيومتريك ومتحرك. يعني وقت اللي تخزر التابلو نتاع نجيب الخوجه تحس باللي هو كانه عمل رياضي وصنص ماتيماتيك دو تيرم، لكن في نفس الوقت متحرك، يهزك البرشا بقاع، يدخلك الصوره، تدخلك للمدينه اللي هو قاعد حاجبها ب البنيه اللي تظهر غير متحركه، لكن هي يسرطك. التابلو نتاع نجيب الخوجه يبلعك، تدخل معاه في متاهات اللي غير مرئيه، لكن تدل على بواطن الانسان. الرسام او الفنان التشكيلي نجيب أكثر اللي عشرتهم اللي كانوا الكوريجي، الناس اللي فاهمين أنهم عندهم دور تاريخي وأنه ما همش لوانة برك، ما همش أصحاب زينة، لكن أصحاب مأساة. عندنا مأساة متاع تأخرنا، عندنا مأساة متاع حتى هذاك يلزم يطلع في البنتور. معنا علاش كي ترى غويا تحس بمشاكل إسبانيا فك الوقت هذاك، وتحس باللي هو متألم على المشاكل هذه، تحس باللي نيرفالي اللي هو مش بانتر تلقاه في البانتور متاع المعاصرة، اللي هو أنه المأساة متاعه ترجمت في المساحة التشكيلية. اللي نعرفهم أنا نجيب وزبير وصالح شبيل كانوا يعتقدوا أنه مأساتنا إحنا كتوانسة وتأخرنا وحتى عارنا يلزموا يكون
تم التسامي فيه، يسموه لي بسيكاناليست يسموه لا سوبليماسيون، كيفاش اعلو به الى ان يكون قطعه فنيه، كيفاش اعلو بالمأساة نتاعي، اعلو بما يسميه بودلير لابو الوحل الطبع، كيفاش نعملها ذهب ف بروندر لابو اون فير دو لور. كانت الوعي هذا الوعي البودليري هذا كان موجود في تونس، كيفاش المأساة نتاعي خاصة مع عمار فرحات، كيفاش المأساة نتاعي والفقر نتاعي والمرأة اللي تبيع في أربع كبات بصل مقعمزة هي في تحت حيط باش تبيعهم ولا عظمتين عربي ولا حاجة، كيفاش ردها تعبر علي أنا الكل، على تونس الكل، بحلوها بمرها بتطلعاتها بطموحها بنقائصها وكل هذا كان موجود. توا ما كانش كما قلت لك قبل في بداية الحديث، ما عادش موجود على خاطر كل واحد منا مبكرا ربما من مبدعينا حس روحه لازم يتقوقع في ذاته ويبدا هو جزيره وحده باش يخرج، يمكن هذا باش يجيب حاجه ما نعرفش، اما نبكي على الوقت اللي كان ثم جمهوريه الفنانين، ان ريبوبليك ديز ارتيست، ان ريبوبليك اللي كانوا يتعاركوا مع بعضهم وكانوا يمكن يحسدوا بعضهم ويفدوا من بعضهم وكل، لكن انا شاهد بانه وقتها وقت اللي ثم تونس عندها مدرسه وعندها كما يسمى بليكول دو تونس والحاجه، تحس بلي ثم تآلف والفه وانهم كلهم واقفين باش يعملوا فن رغم اختلافهم الكامل وساعات رغم عدائهم لبعضهم. هذاك شرالو وهذاك ما شرالوش، هذاك كتبوا عليه هذاك ما كتبوش عليه، معبيه بالعرك وقتها في شارع بورقيبه الكل ولا في المرسى ولا في سيدي بوسعيد ولا حاجه، كانت معبيه بالعرك، لكن تحس باللي ثم مدرسه تونسيه اللي تحب تعطي لتونس فن 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 يتفخروا به قدام انجلترا وفرنسا وايطاليا واسبانيا الى اخره. اي عمل فني ولا حتى عمل فكري ما عنده حتى معنى اذا كان ما كانش قيمه العمل هذا تلقى متلقين وقراء ومشاهدين على قد المقام. ما تنجمش تعمل كوستيوم خارق العاده اذا كان ما تلقاش شكون يلبسه ويكون انيق فيه، اذا كان مش تحطه ملوح في الفيترينا هكاك بلاش عباد ما عنده حتى معنى وما ينجمش ينفع، اما يلزم تلقى له شكون يكون قادر ان يلبسه ويوري الجماليه نتاعو. النص كيف اذا كان ما ثماش قاري والرسم اذا كان ما ثماش مشاهد يعرف يستوعبه ما عنده حتى معنى، ما عنده حتى معنى. العلاقه بين المتلقي وبين الاثر علاقه عضويه، اذا كان ما ثماش متلقي ما ثماش نص وما ثماش لوحه وما ثماش عمل نحت، ما ثماش حتى ولو هو موجود ويقول اني معجز وهني عندي بلاغه وعندي قوه وعندي عمليه قدره في تلوين وقدره في وجود النسب لبروبورسيون وكله عندي قدره كبيره ياسر، انا قريت في احسن بقعه وثم زدت في الابداع، انا صاحب مدرسه جديده، انا اخترعت التكعيب كما بيكاسو وغيرهم اخترعت التكعيب اخترعت، اما اذا كان ما تلقاش شكون يتلقى هذايا وشكون يعجب به وشكون يعتبره غذاء نفسه، يعتبره غذاء فني نفسه، اذا كان ما لقيتوش كانك عملت شيء، سواء نص ديني او نص ابداعي نتاع رسم او نتاع فن او موسيقى ولا حاجه. باخ بلاش المستمعين ما عنده حتى معنى، موزار بلاش المستمعين ما عنده حتى معنى، لكن الناس اللي يقف قدام موزار بعد ما يفهم موزار يقعدوا ساكتين، الناس يخلي ساشا جيتري يقول لو سيلونس كي سوي ان اوبوس دو موزار في بارتي دو لا ميوزيك دو موزار. اك السكته هذيك اك البهته اللي انا قدام ان بانتور اك البهته هذيك مش نتاعي، هذيك نتاع التابلو،
كان وصلت اني نبهت ونقول اه راهي اكل اه متاعي انا هي بيدها عمل الفنان هذاك هو مانيش انا هو اللي يجبرني باش انا نعمل اكل اه واكل القوة هذيك. بالله خسارة اللي ما رجعنا لوش ما هوش قاعد يذكر رغم اللي كان يخدم بصمت كان يخدم بإتقان كبير برشا 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 من أكبر رسامينا معنا وأنا أطالب بأن نكثروا من ذكره ونذكر ونكثروا من توريت أعماله لأنه كان يخدم بصمت وكان يخدم بجدية كبيرة وبإتقان كبير برشا برشا كان أميل منه للصانع الارتيزان لكن كان بانتر كبير معنا ما عندوش ما يحسد به شو اسمه شاردان ولا لي غران بانتر دو شو اسمه تاع لي ناتور مورت لي تري تري غران بانتر كان واحد اخر زاد الله يرحمه يشبه له من مواطنينا من الجالية اليهودية صرفاتي صرفاتي كان عنده رسوم على الخيول أو على الربيون رجال الدين اليهود اللي لازم تونس تعتز بهم لأنه معناه فعلا يوري الخطر اللي داهم المجتمع التونسي أنه احنا كنا في الوقت اللي احنا موجودين كانوا عندنا 100,000 يهودي الاستقلال 100,000 توا عندنا 1,000 قاعدين ينقرضوا واحد كما فيكتور صرفاتي اللي قراني في صدقية زادة كان يحكي بالعربي كيف وكل كان منصهر مع المجتمع التونسي انصهار كبير يسكن في لافايات لاباس عليه معناه نتاعنا عليه ما نبرزوهش على خاطر لحظة من لحظات الإبداع التشكيلي نتاعنا من أكبر اللحظات يلزم نبرزوه ويلزم نوريه اللي هو ما نخليوش الفرنسيس والاوروبيين يعتقدوا بما انه جاليه مقموعه وجاليه من اقليات اللي الاسلام هبط عليها وكل مش صحيح كان عايش معنا في لافايات والكونسيرج نتاعه اسمه عم ابراهيم ويحبه وعمره الكونسيرج نتاعه فيكتور صرفاتي عمره ولا مره اعتقد اللي هو يهودي. نصيحتي مش جديدة أنه تحضروا كتالوج كبير أنه فيه مجموعة من المقدمات خلاف الفيش تاع كل بانتر وقتاش وقتاش وليزوفر متاع أنه تحليل لمراحل الفن التونسي سواء مراحل مقسمة تاريخية يعني من يحيى وبوشير إلى جدد متقدمين وتحليل آخر متاع ترانسفيرسال نسميها معناها مقاطع من المدارس أو تطلعات المدارس شنو كان يحب فلان معناها وين وصل في هذا وين وصل اللي هو شد صحيح في بانتيون متاعه سواء بالطيب ولا البانتر الكل يا هل ترى وصلوا يا هل ترى حقه اللي قاعدين يقولوا فيه وشكون ممكن اذا كان ما حقوش شكون ينجم يعمل التواصل لا كونتينيتي باش توا انا لازم يكون فوليوم كبير اولا ساعه حتى تجاريا وزاره الثقافه تنجم تستلهم منه انه يكون مرجع كي القاموس معناه فيه نجم نتصور انا 700 800 1000 صفحه وفيه لي ريبرودكسيون لازمين نتاع الاعمال الاكثر لمعان واكثر معروفين في الاوساط الشعبيه وشافوهم العباد نتصور لي الميزيز بيكون مرافقته قطع اخرى غير الاسباس وليسيماز والرسوم ماديا اللي هم موجودين لازم يكون عنده اكومبانيمون ثقافي مكتوب
كبير.